بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم مكارم. ما أجمل مكارم الأخلاق، ما أعظم أن يتحلى الإنسان بمعالي الأخلاق. وده كان من دعاء سيدنا النبي اللهم صل عليه، كان يقول اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اليوم بمشيئة الله مع مكرمة عظيمة من مكارم الأخلاق أمر الله بها في كتابه، فقال إن الله يأمر بالعدل. يا العدل، ربنا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويمحق الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. العدل إن دام عمر، والظلم إن دام دمر. العدل في كل شيء يا حضرات. ربنا قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. تقول كلمة العدل وكلمة الحق حتى لو ضد نفسك. وقال لنا العدل في الحكم، قال إيه؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمرنا الله به. قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. القسط اللي هو العدل، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني إيه؟ يعني ممكن حد يقولك إيه، أصلا لو قلت الحق فلان هيتخصم له من مرتبه، فلان هيسيب شغله. فربنا بيقول إيه؟ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ما تمشيش ورا هواك، لا، تطبق العدل. العدل حتى في بيتك مع أولادك. سيدنا النبي بيقول يا حضرات ساووا بين أولادكم في العطية. يعني إيه؟ تدي الصبي زي البنت. لو أنت قاعد على ترابيزة السفرة بتفطر في رمضان، هو أنت بتدي الولد فرخة والبنت نص فرخة؟ لا طبعا. لو بصيت لابنك ده تبص لبنتك دي، لو ضحكت لده تضحك لده. العدل أساس الملك. عارف حضرتك في واحدة ست سرقت على عهد رسول الله، اسمها فاطمة المخزومية. بعدين كان هيطبق عليها حد السرقة لأنها سرقت واعترفت وأقرت، فقالوا إيه، نبعت حد يتوسط عند سيدنا النبي بحيث لا يقام عليها الحد. فبعتوا مين يا حضرات؟ بعتوا أسامة ابن زيد. مين أسامة ده؟ الحب ابن الحب، لأنه زيد كان حبيب النبي، وأسامة ابن زيد هو الحبيب ابن الحبيب، النبي يحبه قوي. فدخل أسامة يشفع لها، يعني معلش يا رسول الله، يعني مش مهم نقيم العدل في الجزئية دي، يعني معلش نسامحها. فسيدنا النبي قال له إيه، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أنت بتشفع في حد من حدود ربنا؟ حتى النبي غضب وأحمر وجهه كأن وجهه حب الرمان، وقال لنا قاعدة مهمة جدا، اللي هي لسرقة اسمها إيه؟ قال فاطمة المخزومية. قال لا، ده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. ده أنا طبق العدل على نفسي. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لا، العدل على الناس كلها. الناس سواسية، كلنا زي بعض، زي ما النبي علمنا لا فضل لأحد على أحد، والناس أمام الله سواء، والناس أمام القانون سواء. فمن الأخلاق السامية، الأخلاق العظيمة في الإسلام يا حضرات، خلق العدل، نطبقه على كل شيء. اللهم زيننا بالستر والعفاف، وزيننا بالعدل والإنصاف، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. بارك الله فيكم مستمعين الأكارم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.